تضحيات عناصر أبطال الجيش العربي السوري وصبرهم على الصعوبات وتحمل الصيام، وخاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، نظمت النقابات المهنية جولة على الحواجز والنقاط العسكرية للجيش العربي السوري، جرى خلالها تقديم عدد من وجبات الإفطار. أبت المنظمات الشعبية والنقابات المهنية إلا أن تقوم بعمل وجبة أفطار لحواجز الجيش العربي السوري، تقديرا منا لتضحياتهم الجبارة، تقديرا لصمودهم، تقديرا لشموخهم. وهذه ليست المبادرة الأولى، والجيش العربي السوري يستاهل من كل مواطن شريف في هذا الوطن أن يقدم له وأن يشاركه في وجبة الإفطار لأجل مقارعة الهراب ولأجل أن تكون سوريا كما كانت بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. لقد كانوا أبطالا حقيقيين، وكل ما نقوم به من 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 جهود وتقديم إليهم هي قليل بحق هؤلاء الأبطال. عناصر الجيش العربي السوري أكدوا على صمودهم في وجه الإرهاب والاستمرار في محاربته حتى تطهير كافة الأراضي السورية. نشكركم على المبادرة واللفتة الكريمة، إن شاء الله يا رب، يعني لفتة كريمة فعلا، يعني حلوة طالعة إنه اهتمام بالجيش العربي السوري. نشكر الجهات المعنية. إن شاء الله رمضان كريم ينعاد على الجميع وعلى الوطن بكل خير وسلام. إن شاء الله رمضان القادم من تتحرر البلاد من الإرهابيين. نشكر كل من بادر وساهم بالمبادرة وقام بإطعام الجيش العربي السوري. خطوة عزيزي وشكرا كثير لكم. نشكرهم على المبادرة الحلوة اللي قدموا لنا إياها، ونحن نكون على العهد وباقين، ونحن نقدم لهم الشكر. رمضان كريم نعيد الشعب السوري وقائد الوطن، ونوعدهم رح نقاتل حتى نخلص سوريا من الإرهاب. عنوان للفخر والاعتزاز هم، ودرب مشرق للنصر هم. بدمائهم تعطر تراب سوريا نصرا وكرامة، وازدهر مستقبلها إشراقا وتفاؤلا. رجال الجيش العربي السوري، طوبى لكم.